حقوق الإنسان مصانة في القانون الأردني، والتوجيهات الملكية السامية تمنح النزلاء مزيدا من المساحات لتوسيع حريتهم. هذا ما خصصته إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في الزرقاء لنزلاء المركز لمتابعة مباريات كأس العالم. كرواتيا معجزة أو مفاجأة مونديال روسيا، سموها زي ما بدكم، بس الثورة الكبيرة اللي حققتها في هاي البطولة والشغف الكبير اللي انتشرته بين الجماهير من الشعب أو حتى الحكومة ما كان عادي أبداً. ومثل ما شفنا رئيسة البلاد واهتمامها الكبير بالمنتخب ومتابعته، انتشر فيديو لاجتماع للحكومة كسروا فيه الأجواء الرسمية وحضروا الاجتماع بزي المنتخب. prelaziti referentnu potencijalnu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda koja se utvrđuje sukladno pravno. Važno je da to moramo i dalje činiti da bismo pojačali ovo izdvajanje i na taj način financiranje projekta implementacije integriranog zemljišnog sustava zemljišne administracije. I novi sadržaj kao nove djelatnosti, na primjer psihosocijalna podrška, rana intervencija. Kulture i ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine. Nakon ishođenja prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva, provođenja javnih natječaja i sklapanja ugovora. الدول لا تقاس بالأحجام وإنما بالعمل والإنجازات. ما سبق كان خلاصة اقتبستها من تغريدة الإعلام القطري خالد الجاسم الذي تغزل بمنتخب كرواتيا. الجاسم حكى عدد سكان كرواتيا 4 ملايين نسمة، كتب على حافلتهم في روسيا 2018 بلد صغيرة أحلام كبيرة، ووصلوا إلى نهائي كأس العالم. الدول لا تقاس بالأحجام وإنما بالعمل والإنجازات. أخطاء كثير ممكن تصير بالوسط الإعلامي ويمكن تصويبها بسرعة، بس في المؤتمر الصحفي للمنتخب الفرنسي أخطأ أحد الصحفيين ونادى على أومتيتي مدافع فرنسا بول أومتيتي. طبعا سامويل أعطى ردة فعل مميزة بتعبير وجهه، كمان انسحب من المؤتمر بس على سبيل المزح. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici donc avec Paul Umtiti. À qui succédera Samuel? À qui succédera Samuel Pogba? Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. اليوم 13/7 هو تاريخ تحقيق منتخب ألمانيا لقب كأس العالم سنة 2014، واليوم انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا هدف جوتزي اللي استذكروا فيه الألمان، هذا الهدف اللي أعطى ألمانيا لقب كأس العالم ومنحهم النجمة الرابعة. ترجع له من شورلي لتوني كراوس، توني كراوس شورلي مرة ثانية، شورلي توغل، شورلي عنده الكرة معاه، جوتس هايلة منه، شورلي راح، شورلي توزيعة ممتازة لجوتس، جول 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 جوتس الصغير فعلها، قلت لكم بأنه سيأتي هدف يحبس الأنفاس، نعم جاء الهدف. نعم أنجيلا ميركل تصفر لأشبالها، يقهرون الأرجنتينيين في اللحظات الأخيرة، جوتس يحبس أنفاس الأرجنتينيين في اللحظات الأخيرة، انطلق من هناك شولي على الجهة اليسرى، وزعها لجوتس، هو أفضل وأغلى أهدافك يا جوتس، نعم فعلها أمام الأرجنتين، 7 دقائق قبل نهاية 120 دقيقة، راح من هناك شولي راح. خد الكرة وخد المدافعين، استلم، مرر تمرير على طبق لجوتس، بابا بابا يا جوتس، جول يا جوتس، جول يا جوتس، جول يا ماريو، يسجل هدف كأس العالم للألمان أمام الأرجنتين.